السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناتي. واليوم في فيديو نجوم خالدة هنتكلم عن الممثل القدير إبراهيم عمارة. إبراهيم عمارة من بلدة بلتاج بالمحلة الكبرى، واسمه بالكامل إبراهيم محمد إبراهيم، والشهير بإبراهيم عمر. مولود في المحلة الكبرى، وبعد ولادته بشهرين جاء القاهرة مع أبويه. هوى التمثيل وهو في مسرح المدرسة، كان عمل في إخراج مسرحيات بالمدرسة، درس بالجامعة الأمريكية، وشارك في التعليق على جريدة مصر الناطقة، وعمل في استوديو مصر عقب إنشاؤه، وتتلمذ على يد نيازي مصطفى وعمل مساعدا له. أخرج أفلاما تسجيلية لحساب بعض الوزارات، وسافر إلى الأراضي الحجازية، وأخرج عددا خاصا من جريدة مصر الناطقة عن الحج، وأسندت إليه مهمة إخراج فيلم الستات في خطر الذي اكتشف فيه تحية كاريوكا، وأخرج 31 فيلما، برز كممثل ومخرج في أطوار التدين، وتميز بصوته، واعتمد في أفلامه كمخرج وممثل على الوعظ المباشر والاستعانة بالآيات القرآنية لتوصيل رسالته الفنية. كما اشترك بالتمثيل في مسرحية مجنون ليلى عام 1961. عمل بالكويت منذ عام 1962 وظل هناك 3 سنوات. أنجب أولاده مدير التصوير والمنتج محمد عمارة والمخرج حسين عمارة. الفنان إبراهيم عمارة رحمة الله عليه من مواليد 19 أغسطس 1910، وتاريخ وفاته كان 23 مارس 1972. توفي وعمره يناهز 62 عاما. توفي وعمره يناهز 62 عاما. عمل في بعض الأعمال التمثيلية وله أكثر من 63 عمل، منهم على سبيل المثال الرجل الثالث مسلسل، بيت من رمال فيلم، فيلم ذئاب على الطريق، مسلسل رزق العيال، فيلم أشياء لا تشترى، فيلم دلال المصرية، فيلم ورد وشوك، مسلسل بعد العذاب، فيلم من أجل حفنة أولاد، فيلم حواء على الطريق، فيلم الدخيل، فيلم السيد البلطي، فيلم غرام في الكرنك، مسلسل أسلاك شائكة، مسلسل المنتصرون، وفيلم رابعة العدوية، وفيلم الناصر صلاح الدين، وفيلم ألمز وعبد الحمولي، مسلسل إذاعي اسمه حياتي. وله من الأعمال الإخراجية 42 فيلم من إخراجه، منهم فيلم مدرسة الحسناء، وفيلم صراع مع الموت، فيلم من أجل حفنة أولاد، وفيلم هجرة الرسول، وفيلم لماذا أعيش، وفيلم حب وحرمان، وكمان حوالي 36 أو 35 فيلم من إخراجه الفنان إبراهيم عمارة. ألف بعض الأفلام، كان فيلم حب ورمان كان كاتب السيناريو، وفيلم قلوب حائرة السيناريو والحوار، وفيلم دموع في الليل سيناريو حوار،